مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، طلاب الصف الاول الثانوي، وحلقه جديده من بنك المعرفه. اهلا بكم جميعا. في حلقتنا النهارده هنتناول احد دروس الفلسفه، الموضوع الاول من الوحده الثانيه، معنى العلم وايضا اخلاقيات العالم، مع خبير الماده بوزاره التربيه والتعليم استاذ عصام زهران. مرحبا بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ياسر، واهلا بطلابنا طلاب الصف الاول الثانوي ان شاء الله. سعداء بوجود حضرتك معانا النهارده. ويعني في البدايه لو اديت لنا بقى، يعني بحب دايما نبدا بملخص كده الموضوعات العناصر الرئيسيه في الدرس قبل ما ندخل في الشرح. ان شاء الله النهارده هنبدا اول موضوع من الوحده الثانيه، وطبعا احنا منهجنا وحدتين، وحده اولى الترم الاول والوحده الثانيه الترم الثاني. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن اول موضوعاتها، وهو معنى العلم واخلاقيات العالم، وده بيضم حوالي 6 عناصر. هنبدا الاول بمعنى العلم، ثم موضوع العلم، هدف العلم، مهام رجل العلم، صفات واخلاقيات رجل العلم، ثم نختتم الموضوع الاول بخصائص المعرفه العلميه كنتاج لكل العناصر اللي احنا بدانا فيها دي ان شاء الله. تمام، نبدا باول جزء. اول جزء معانا ان شاء الله النهارده هيبقى معنى العلم. هنشوف مع بعض، طبعا هنبدا نتكلم النهارده عن معنى العلم. والعلم كمفهوم او كمصطلح هو مصطلح حديث شويه، وله معنيين. احنا دايما لما بنتكلم عن معنى العلم بنتكلم عن معنى العلم لغه ومعنى العلم اصطلاحا. فهنبدا الاول بالمعنى في اللغه. والمعنى العلم لغه هنتكلم عن جزئين، معناه في اللغه الانجليزيه ومعناه في اللغه العربيه. وزي ما احنا شايفين مع بعض كده هنلاقي ان كلمه علم او ساينس او علوم يعني كمصطلح ده ما ظهرش الا في عصر متاخر شويه، يعني في اوروبا في العصر الحديث. وكلمه ساينس مشتقه من الفعل اللاتيني اسكير، والمعنى في الاساس ان يعرف، ان يدرك، ان يفهم. دايما المعنى مشتق من ده. لكن الوضع في اللغه العربيه وضع مختلف شويه. معنى العلم عندنا في اللغه العربيه دايما نقول عليه هو النشاط العقلي او الدرس العقلي، وركز جدا عند كلمه العقلي او نشاط عقلي ودرس عقلي، رغم ان بعض الفقهاء زي ابن تيميه او ابن احمد بن حنبل اصروا على انهم يقصروا معنى العلم على العلوم الدينيه، على اصول الدين والعلوم الدينيه. ده صحيح مش صحيح قوي بالظبط طبعا، لان احنا عندنا علوم تانيه خارج دايره علوم الدين. ويمكن الحضارة العربية الإسلامية شافت ده وعرفت ده لما قالت إن في علوم اسمها علوم يعني دخيلة، اللي هي زي الفيزياء والكيمياء، ودي كلها علوم تتعلق أو جديدة على الحضارة العربية في هذا التوقيت. لكن معنى العلم في اللغة العربية نقدر نقوله ونحدده ببساطة هو الدرس العقلي أو النشاط العقلي الذي يبذله العقل الإنساني. طب ده عن معنى كلمة العلم. لكن المعنى اصطلاحا عند أصحاب أو العلماء، معنى العلم اصطلاحا دايما نقسمه لثلاث معاني، من حيث الموضوع، من حيث المنهج، ومن حيث النتائج التطبيقيه. لما اتكلم عن العلم كموضوع يبقى انا بتكلم عن دراسه لوقائع، لظواهر حسيه، عن مفاهيم ونظريات وقوانين، دي موضوعات العلم. بيدرس ظواهر حسيه، الصوت، الضوء، النبات، ايا كان الموضوع الحسي. وخلي بالك ده طبعا يفرق كتير عن موضوعات الفلسفه او التفكير الفلسفي اللي خدناه في الترم الاول. احنا في الترم الاول كنا بنتكلم عن تفكير فلسفي، دائما نتعامل مع مجردات، مع معنويات. صحيح في اوقات كتير جدا كنا بنطبق الفكر الفلسفي على الواقع، لكنك مع العلم الموضوع مختلف، انت تتعامل مع ظواهر ماديه محسوسه. بتخرج من دراستك للظواهر الماديه المحسوسه بنظريات، بمفاهيم، بقوانين، عشان كده بنعتبر ده جزء من مفهوم العلم لكنه كموضوع. لكن الوضع هيختلف لما اجي اتكلم عن العلم كمنهج، كاسلوب، كطريقه، كمنهج. ودايما كلمه منهج معناها الطريق المحدد. وبشوف معانا نشوف كده نقول ان معنى العلم من حيث هو منهج هو الطريقه التي ينتج بها العلماء القوانين والنظريات العلميه. خلي بالك دي طريقه محدده، هناخدها طبعا لما يتسارع معانا المنهج ونبدا نمشي ونخش شويه في بعض الموضوعات هتعرف الطريقه دي. لكن اختصارا بقول ان انا بتبع خطوات محدده، زي ما اقول كده ايه، الملاحظه، التجربه، الفرض، ثم محاوله التحقق من صحه الفرض عن طريق التجربه، ثم الوصول لقانون علمي في النهايه. ده المقصود لما اتكلم عن معنى العلم كمنهج، كطريقه، كاسلوب. اسلوب بيستخدمه رجل العلم ايا كان تخصصه في دراسة الظواهر المادية الحسية. عايزك تربط دايما بين معنى العلم من حيث هو موضوع، ومن حيث هو منهج، ومن حيث هو نتائج. يعني انت شفت واحنا بنتكلم عن العلم كموضوع كنا بنقول ظواهر مادية محسوسة، لما جيت اتكلم عن المنهج قلت دي خطوات، طريقة محددة بيستخدمها العلم عشان ينتج النظريات والقوانين، لكن من خلال دراسته للظواهر المادية المحسوسة. يبقى في ربط ما بين موضوع العلم ومنهج العلم.
طيب بعد كل ده يبقى انا هتكلم عن معنى العلم كنتائج تطبيقيه، لان اي بحث علمي او اي بحث او اي نشاط عقلي او اي نشاط انساني لابد ان يؤدي الى نتائج حتى ولو كانت نتائج معنويه، لكن الوضع معانا في العلم مختلف شويه. بنقول ايه؟ ان العلم من حيث هو نتائج تطبيقيه هو عباره عن نتائج العلم اللي احنا بننعم بها، اللي بيتمتع بيها الانسان في العصر الحديث. احنا بنتكلم عن اجهزه، اقمار صناعيه، وسائل اتصالات، برامج حديثه، كل ده اقدر اسميه علم، بس من حيث هو منتج، من حيث هو انتاج، الانسان يشعر بالناتج بالثمره يعني المجنيه من وراء البحث العلمي. انا عندي بعد البحث العلمي ده كله عندي ثمار بينعم بها الانسان، بيتمتع بها الانسان، هي عباره عن وسائل الاتصال الحديثه وكل المنتجات التكنولوجيه اللي بيتمتع بها الانسان وبما فيها الاجهزه المنزليه اللي بنستخدمها في حياتنا اليوميه. لكن السؤال الاهم، عايزين نقف شويه عند موضوع العلم، لان موضوع العلم شويه موضوع مش هنقول شائك لكنه محتاج تحديد وتوضيح. العلم دايما بيدرس الظواهر التي يمكن صدق او كذب تفسيراتها، يعني كل دايرة المعنويات اقدر اعتبرها خارج العلم، انا بتعامل مع ظواهر استطيع ان احكم عليها بالصدق او بالكذب، كل الظواهر المادية، كل الظواهر المحسوسة، بالاضافة لانه بيدرس الظواهر اللي موجودة في عالمنا. ده معنى الكلام ده ببساطة ان العلم يشمل العلوم الطبيعية، يشمل العلوم البيولوجية، يشمل العلوم الاجتماعية، يشمل العلوم النفسية. استوب، حد يقول لك ازاي نفسيه وازاي اجتماعيه دخلتها داخل دائره العلم؟ اقول له ان ظواهر انا اقدر اشوفها، الاحظها، اقدر ببساطه جدا احكم عليها بالصدق او بالكذب، حتى ولو كانت ظواهر اجتماعيه او ظواهر نفسيه. يعني ظواهر اجتماعيه، في ظواهر كتير جدا اجتماعيه موجوده، البطاله، العنوسه، التطرف، في مشكلات كتير اجتماعيه انا اقدر اعتبرها ضمن العلم. اه طبعا، لان ظواهر يمكن الحكم عليها بالصدق او الكذب، يمكن تفسيرها، وبالتالي هذا التفسير قد يكون مقبول وقد لا يكون مقبول. ده كان عن موضوع العلم، لكن في موضوع العلم بيستوقفنا نقطة صغيرة. العلماء دايما لما جم يصنفوا العلوم قالوا ان العلوم لها تصنيف معين. يجي في المرتبة الأولى هي العلوم الفيزيائية أو الفيزياء يعني. ليه بنحط دايما في المرتبة الأولى علم الفيزياء؟ قال لي ببساطة لأنه أكثر العلوم عمومية، لأنه بيبحث في مجمل عالم الظواهر. قوانين الفيزياء تنطبق على كل الظواهر اللي موجوده قصاد حضرتك. في المرتبه الثانيه هيجي العلوم البيولوجيه، المرتبه الثالثه هتكلم عن العلوم الاجتماعيه. وليه التصنيفه دي؟ ساعات بعض الطلاب يعني من اللي حد عنده قدره على سؤال وجيه كويس جدا، فيقول لك ليه العلوم البيولوجيه جت في يعني في المرتبه الثانيه والعلوم الاجتماعيه في المرتبه الثالثه؟ دايما اقول له خليك فاكر ان الموجودات اللي موجوده في الكون هي جماد، نبات، حيوان، انسان. قواعد او قوانين الفيزياء تقدر تطبقها على كل الكائنات الموجوده، لكنك في العلوم البيولوجيه انت بتتكلم عن قوانين تتعلق بالكائنات الحيه فقط، خرجت بره دايرتك الماده. لكن لما تيجي عند العلوم الاجتماعيه انت خرجت بره دايرتك كل الكائنات وابقيت على الانسان. اذا انت شايف العلوم بتبدا بعموميه علم الفيزياء، ثم اقل شويه الكائنات الحيه، ثم اقل خالص، فبنيجي نبدا ننزل في المرتبه الثالثه ونقول احنا بنتكلم عن المجتمع، عن الانسان في علاقاته الاجتماعيه. ده تصنيف العلوم وفقا لمدى عموميتها ومدى علاقتها بالموضوع اللي بتدرسه، هي بتدرس موضوعات ايه؟ بتتعامل مع انهي موضوعات من موضوعات الوجود. نشوف معانا هدف العلم، وده سؤال مهم جدا لازم نقف. ماذا يهدف العلم؟ او الى ماذا يهدف العلم؟ العلم بيهدف لايه؟ ما الهدف الذي يسعى اليه العلم؟ قال العلم هدفه في الاساس هو ان الانسان يفرض تحكمه وسيطرته على العالم. بالراحه بس نبدا المساله بس شويه عشان نوضح المساله شويه لطلابنا. الانسان كانت علاقته مع الطبيعه في بدايه البشريه كانت علاقه انه لسه ما يعرفش حاجه، وفي اوقات كتير جدا كان يهابها، يخافها. كان اوقات كتير جدا، والمهابه والخوف اللي كانت من الانسان تجاه الطبيعه جاء من جهله، لانه جاهل بهذه الطبيعه، جاهل بعناصرها، جاهل بظواهرها، هو مش عارف حركه الكواكب شكلها ايه، ولا حركه النجوم، ولا بقيه، ولا كل الظواهر الطبيعيه الموجوده قصاده. لكن بعد فتره يبدا ينتقل من مرحله الخوف دي الى مرحله المعرفه، انه يعرف، انه يتعرف، انه يكتشف قوانين الظواهر الطبيعيه. لكنه في مرحله لاحقه الانسان بيتجاوز مرحله المعرفه الى مرحله السيطره والتحكم في الظواهر الطبيعيه، انا بتحكم فيها، بسيطر عليها. طب وما الهدف من وراء التحكم والسيطره؟ قال الانسان اولا كان في بدايه مساله التحكم والسيطره انه يتجنب اخطارها. اتجنب اخطار الزلازل والبراكين والسيول.
انا عايز اقول لك ان الهدف ده كمان تم تجاوزه النهارده. العلم النهارده لم يعد يعني يتحكم بس بغرض تجنب اخطار الطبيعه، ده بدا يستفيد. يعني في بعض الاوقات تسمع عن مصبات السيول، مصبات السيول دي مثلا في بعض الاحيان نقول انها وسيله لتجنب مخاطر السيول، لا مش كده وبس، العلم تجاوز المرحله دي كمان وبدا وهو بيتجنب مخاطرها انه يستفيد منها كوسيله مثلا لتوليد الطاقه. يبقى الانسان النهارده او العالم او العلم النهارده تجاوز مرحله او فكره انه يتحكم ويسيطر على الظواهر الطبيعيه، الا انه كمان في نفس التوقيت يستفيد منها. بناء عليه قالوا يبقى العلم له جانبين، جانب دايما من الكلام اللي احنا قلناه هنقول انه له جانب نظري وجانب تجريبي، جانب يتعلق بالفهم والادراك والتوصل للقوانين، وجانب يتعلق بالجانب التجريبي. وبناء على ده اصبحنا نقدر نصنف حتى العلماء نفسهم الى قسمين، علماء متخصصين في الجانب النظري وعلماء متخصصين في الجانب التجريبي. ايه الفرق بين علماء الجانب التجريبي والفرق بين علماء الجانب النظري؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. علماء الجانب النظري دول ساعات نسميهم كده عباقرة العلم، يعني دول المتخصصين في انتاج نظريات علمية، انتاج نظريات جديدة، ابتكار نظريات جديدة. لما نتكلم عن نيوتن، عن داروين، عن اينشتاين، عن مصطفى مشرفة العالم المصري اللي اتقال عليه انه اعظم عقلية من عقلية اينشتاين ولولا ان الزمن لم يمهله يعني الوقت. فبالتالي دول علماء متخصصين في البداية في التنظير العقلي، عباقرة العلم، يحطوا نظرية علمية، نظرية علمية محكمة. لكن في صنف تاني من العلماء يتخصصون في الجانب التجريبي، دول شغلانتهم المهام المطلوبة منهم هو ببساطة التحقق التجريبي من صدق الفروض. دايما عند فرد باستخدام التجربة أبدأ أتحقق من هذه الفروض. حد يقول لك بس المسألة بسيطة يعني مش محتاج ان انا اصنف. لا، التجربة النهاردة اصبحت تجربة معقدة، خاصة انك يعني بتجرب في ظواهر اصبحت في غاية في الدقة، غاية في الأهمية. ولذلك نحط مثال قوي جدا، شخصية مصرية، عالم مصري زي الدكتور أحمد زويل. أحمد زويل بتعتبره من العلماء المتخصصين في الجانب التجريبي، لأن ببساطة ما انتهى إليه أحمد زويل هو أنه يوصل لكاميرا تقدر تصور التفاعلات الكيميائية في أقل وحدة من الزمن اسمها 2090. إذن مجهود أحمد زويل يتركز في الجانب التجريبي، أنه استطاع أن يرصد التفاعلات الكيميائية، وده تحقق تجريبي، وده تحقق تجريبي. بقول مرة تانية تحقق تجريبي، ما هوش جانب نظري عقلي أو نظرية عقلية. ده كان عن هدف العلم. لكن رجل العلم كرجل له مهام محددة، زي ما قلنا طالما أن العلم له هدف يسعى إلى الوصول إليه، إذن رجل العلم لابد أن تكون له مهام يلتزم بها. من مهام رجل العلم الوصف، التفسير، التنبؤ. نشوف مع بعض مهمة مهمة من المهام ونتكلم عنها. الوصف، قبل ما أقول بس الوصف لازم نرجع كده بسرعة جدا مع طلابنا ونقول حاجة مهمة. اوعى تنسى إن العلم يتعلق بظواهر مادية محسوسة، بظواهر واقعية، وده قلناه لما جينا نتكلم عن معنى العلم من حيث هو موضوع. يبقى أنا بتعامل مع ظواهر محسوسة، ولما جيت اتكلمت معاك عن موضوع العلم قلت لك خلي بالك احنا بنتعامل مع الظواهر التي يمكن كذب أو صدق تفسيراتها. قلنا ان احنا بنتعامل مع ظواهر طبيعية، بيولوجية، ظواهر نفسية، ظواهر اجتماعية، اذا ظواهر محسوسة. طب لما اجي اتكلم عن اول مهمة من مهام رجل العلم هقول لك الوصف. وصف ايه؟ يجيب عن سؤالين هامين. هو السؤال الاول ما الذي اسمعه، ما الذي اراه؟ باختصار وكأن العالم هنا يصف ما يقع تحت حواسه، يصف ما هو موجود تحت حواسه، إلا أسمعه، إلا أشوفه، إلا أتذوقه، لأنها ظواهر مادية محسوسة. وهو في المرحلة دي بيجمع كل نوع من يعني يجمع كل مجموعة من الوقائع دي في مجموعات معينة اللي احنا بنسميه التصنيف. وخلي بالك في الوصف شوية ما اقدرش أأكد غياب العقل، لأن العقل هنا هيقوم بوصف الظواهر دي كلها. العقل هي يعني بعد الحواس ما بتجيب الظواهر المحسوسة، العقل هيبدأ يصنف، هو اللي بيقوم بعملية التصنيف. ويمكن بيحضرني هنا كلمة قالها أرسطو زمان، كان أرسطو يقول دايما الحواس جواسيس العقل، وكأن الحواس هنا تستدعي المعلومات، ترصد المعلومات ويعني تبعتها للعقل، فالعقل يقوم بالربط بينها، بالتجميع ما بينها. وده المقصود بمسألة التصنيف، إن العقل هنا جات له الظواهر من خلال الحواس، ما الذي أسمعه، ما الذي أراه، ثم بيقوم بعملية التصنيف، العقل هو اللي يقوم بيها. لكن خلي بالك كل ده أنا لم أحدد سبب محدد للظاهرة أو لما أنا أرصده، يعني لما يرصده العالم.
عشان كده جت المهمة التانية من مهام رجل العلم، وهي مهمة التفسير. في مهام التفسير أنا بنبه ولادي دايماً طلاب، خلي بالك، لأن ده مثلاً كان سؤال السنة اللي فاتت، حوار ما بين اتنين والطلب من الطلاب يحددوا هل الاتنين بيتكلموا دول أي مهمة من مهام رجل العلم. في مهمة التفسير ركز كويس جداً، لابد من العثور على أسباب حدوث الظواهر. باختصار بتكلم عن ظاهرة، إذا ذكرت سببها، سبب وقوعها، سبب حدوثها وكيفية حدوثها، أنا خرجت بره دايرة الوصف، دخلت دايرة التفسير. يبقى دايرة التفسير أبدأ أدخلها لما أبدأ ببساطة بذكر أسباب حدوث الظاهرة، بتفسير كيفية حدوث الظاهرة. في الحالة دي أنا خرجت بره دايرة الوصف ودخلت داخل دايرة التفسير. خلي بالك من ده كويس جدا، أسباب يعني تفسير. المهمة الثالثة وهي مهمة التنبؤ، وخلي بال حضرتك في التنبؤ شوية هنقول لك يرتبط ارتباطا وثيقا جدا بالتفسير. يعني ما انت لو فسرت خطأ هتتنبأ بخطأ، زي الطبيب كده اذا شخص المرض بتاع المريض اللي قصاده خطأ، يعني فسره خطأ بأسباب خاطئة مش أسباب صحيحة، هيوصف العلاج غلط وبالتالي مش هيشفى. هيجي هو يقول له انت خلال يومين ثلاثة هتتحسن، نتفاجئ ان اسبوع ما تحسنش. ما تحسنش ليه؟ لان هو فسر في الاساس خطأ، فسر سبب المرض بطريقة خاطئة ووصف العلاج وتنبأ بحدوث التحسن خلال يومين ما حصلش، ما قدرش يتنبأ. يبقى دايما عايزين نقول ان التنبؤ يرتبط دائما ارتباطا وثيقا بالتفسير، والتنبؤ دايما موجه للمستقبل، بحيث انا بتنبأ بشكل حدوث الظاهرة في المستقبل، شكل حدوثها، يعني حدوثها ده. وخلي بالك في ظل توافر شروط معينة، دايما احنا نقول كده التنبؤ انا هو ببساطة جدا بقول اذا توفر واحد اتنين تلاتة من شروط محددة هيحدث كذا، هو ده التنبؤ ببساطة. طيب نشوف بعد كده، بعد ما اتكلمنا عن مهام رجل العلم، عندي جزء مهم جدا لازم نقف عنده، وهو صفات رجل العلم واخلاقياته. رجل العلم لابد ان يتصف بمجموعة من الصفات، مجموعة من الاخلاقيات، لان العلم من غير اخلاق زي ما بنقول كده بالعامية المصرية ملوش لازمة، خطر جدا، خطر جدا ان العلم يبقى ما فيهوش اخلاقيات. نشوف صفات واخلاقيات رجل العلم، وبنقول انهم اربع صفات بتميزه: الامانه العلميه، الدقه، والروح النقديه، والخيال. بعض اولادنا لما نقول لهم الخيال يعني يستعجب شويه، هل رجل العلم لديه خيال؟ هنشوف ده كمان شويه ونقارن ما بينه وما بين الفنان. نشوف اول صفه من صفات رجل العلم وهي الامانه. الأمانة دايما لما بنيجي نتكلم عنها بنقول لها ثلاث صور محددة ما اقدرش افصلهم عن بعض. اول شيء في الأمانة هو أمانة الأدلة، انا كرجل علم بقدم حقيقة علمية، نظرية علمية، قانون علمي، لابد ان اقدم دليل عليه. بس خلي بالك، استنى بس، في حاجة مهمة جدا في تصنيف العلوم. احنا صنفنا ان في علوم اسمها علوم طبيعية زي الفيزياء، الكيمياء، الاحياء، كل العلوم دي اسمها فلك، العلوم دي كلها اسمها علوم طبيعية. لكن في صنف تاني من العلوم بنسميه العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية، أنا بدرس الإنسان. طب هل تتخيل حضرتك أن الأدلة اللي هيقدمها العلم الطبيعي أو العلماء المتخصصين في العلوم الطبيعية في الفيزياء والكيمياء والأحياء مثلا، الأدلة بتاعتهم هتتطابق مع أدلة عالم الاجتماع؟ لا طبعا، الأدلة مختلفة. في رجل العلم المتخصص في العلوم الطبيعية أدلته دايما وبراهينه هي عبارة عن تجارب، عبارة عن معادلات، عبارة عن مقاييس معينة، الراجل بيتعامل مع ظواهر مادية محسوسة. لكن أنا في العلوم الاجتماعية أدلتي هتبقى شكل تاني مختلفة شوية، نسميه استطلاع رأي، نسميه قياس رأي عام، نسميه قياس اتجاهات. هديك مثال بسيط ساعات تشوفه أنت يعني قدامك في وسائل الإعلام كتير جدا، لما ينزل مثلا بعض المسابقات أو بعض العبارات المطلوب أخذ رأي العام فيه، فيقول لك لو موافق ابعت رقم واحد، موافق مش موافق ابعت رقم اتنين، ده اسمه استطلاع للرأي العام. بقول والله كام في المية من الرأي العام يؤيد ويوافق، يعني ده اسمه قياس أو دليل يستخدم في الأدلة في العلوم الاجتماعية. أنا بقيس الرأي العام، بشوف اتجاهه إيه، بعمل استبيان ساعات. الاستبيان ده عبارة عن مجموعة من الأسئلة باخد من خلالها إجابات الناس وأعرف هم مؤيدين معارضين، يعني ليهم تحفظات على بعض الأشياء. ده اسمه، دي اسمها أدلة العلوم الاجتماعية. يبقى أنا عندي صنفين في الأدلة، أدلة تتعلق بالعلوم الطبيعية وأدلة تتعلق بالعلوم الاجتماعية، وفي فرق بين الاتنين. نتكلم كمان عن الأمانة، لها صورة تانية. الأمانة في أن أنا كرجل علم يعني فيما ينقله عن الآخرين، إذا نقلت جهود الآخرين واعتمدت عليهم لابد من ذكر ده، أنا اعتمدت على نظرية فلان، أنا اعتمدت على وجهة نظر فلان،
ومن خلالها توصلت إلى كذا وكذا وكذا من العلوم. الصورة الثالثة من الأمانة هي شكر من تعلم على يديهم العلم. يجب أن رجل العلم يشكر من تعلم على يديهم العلم. أنا تعلمت على إيد فلان، استفدت منه، يبقى لابد من توجيه الشكر له. وده ساعات بنشوفه بعض الرسائل الماجستير والدكتوراه، ان ابدا اقول انا بشكر فلان وفلان في بدايه الرسائل، بنشوف ده كتير جدا. وبعض العلماء يذكروا جهود السابقين عليهم واللي اتعلموا على ايديهم. الاخلاق الثانيه او الصنف الثاني من الاخلاق اللي احنا هنتكلم، او الصفه الثانيه من صفات رجل العلم واخلاقياته، هي الدقه. والدقه برضو ليها يعني صورتين. الصوره الاولى من الدقه هي الدقه في الكتابه العلميه. لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، كتابه رجل علم واسلوبه يختلف عن كتابه الادب. في الادب ممكن استخدم المجاز، الكنايه، يعني استخدم كل ده مفيش مشكله، لكن في العلم عباراتي لابد ان تكون عبارات خبريه. يا سلام لو رقم. وابعد دايما عن المجاز في الكتابه العلميه. ممكن استخدم الرمز الرياضي او الرمز العلمي مفيش مشكله، لكن مش بالرمز الادبي. خلاص، يبقى انا في الكتابه العلميه عندي مختلفه تماما عن الكتابه الادبيه. في الكتابه العلميه بستخدم الرياضيات، بستخدم الرموز الرياضيه، بستخدم الجمل الخبريه اللي بتدي معنى واضح ومحدد عن الحقيقه اللي انا توصلت اليها. الجزء او الشق الثاني من الدقه كصفه من صفات رجل العلم هي ان انا ادي الموضوع اللي انا بدرسه حقه من البحث والتقصي. يعني اخد راحتي كويس جدا، مش بشكل يعني لدرجه التراخي، لكن انا بفحص موضوع لابد من التاكد من فحصه من كل جوانبه، الالمام بالموضوع، اديله حقه من البحث والدراسه، لان دي صفه مهمه جدا تاثر على مدى دقه المعلومات اللي انا وصل لها، بتاثر على مدى سلامه المعلومات اللي انا وصلت لها، لان كل ما اديته دقه في البحث والتقصي كل ما كانت نتائجي اقرب للصواب واقرب للحقيقه. الصفه الثالثه معانا من صفات رجل العلم هي الروح النقديه. بمعنى رجل العلم، ودي قاعدة لازم نتفق عليها، لا يقبل إلا ما يبدو مقنعا. يعني مش هيتقبل أي فكرة، أي قانون، أي معلومة إلا إذا كان واثقا ومتأكدا منها. يعني أنا رجل علم، في نظريات قبل كتير جدا، وده حصل كتير في تاريخ العلم، في أمثلة كتير جدا لعلماء خدوا موقف نقدي من نظريات سابقة. جاليليو خد موقف نقدي من فيزياء أرسطو ورفض كتير جدا من فيزياء أرسطو، وأثبت بالأدلة كذبها أو خطأها في بعض الأحيان. لكن بنقول لرجل العلم في نفس التوقيت، انت زي ما انت يعني مطلوب منك انك لا تقبل اي حقيقه علميه الا اذا كنت واثق منها، متاكد منها، مقتنع بيها جدا، لابد ان تتقبل انت ايضا النقد، لابد ان يتقبل رجل العلم النقد. لان زي ما احنا اتكلمنا ده في الترم الاول، وقلنا دايما لما كنا بنتكلم عن قبول النقد انه لا يقبل النقد الا الاذكياء. انا فاكر قلت الكلام ده في حلقه سابقه، قلت لا يقبل النقد الا الاذكياء، لانه هيستفيد منه، نقاط قوتها اقويها، نقاط ضعفها حاول اتخلص منها. ولذلك صفه اساسيه من رجل العلم الروح النقديه، لا يقبل الا ما كان مقنعا له بناء على ادله، على براهين، وفي نفس الوقت يتقبل نقد الاخرين كوسيله او كتغذيه راجعه، انت عدل من نفسك، غير، بدل. اخر صفه واخر اخلاق من اخلاقيات رجل العلم وهي الخيال. وزي ما قلنا كتير جدا من طلابنا لما نقول علم وخيال شويه يعني يحصل لهم نوع من انواع كده ايه يعني لفت الانتباه، ازاي رجل العلم عنده خيال؟ اه طبعا عنده خيال، بس الخيال بالنسبه لرجل العلم غير الخيال بالنسبه للفنان. الخيال بالنسبه للفنان دائما نقول غايه وهدف ورغبه اساسيه يوصل لها، لكن رجل العلم الخيال بالنسبه له وسيله يستخدمها، استخدمها ايه؟ عشان توجهه لاكتشاف الحقيقة، وسيلة بيستخدمها عشان يقدر يصل إلى حقيقة بعض الأشياء. ولذلك بعض الحقائق العلمية بدأت بخيال إلى أن جاء العلم ليثبت صحتها وصدقها. كده كده أنا إيه، خلصنا؟ لا، هو كده فاضل معانا جزء صغير بس معانا، هو خصائص المعرفة العلمية، إن شاء الله نستكمله في حلقات تانية سابقا يعني لاحقا إن شاء الله. بشكرك في ختام الحلقة أستاذ حسام زهران، خبير مادة الفلسفة بوزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك أستاذ ياسر. مشاهدينا كنا معكم ودرس من دروس مادة الفلسفة، معنى العلم وأخلاقيات العالم. نلتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله، تابعونا. شكرا لكم وإلى اللقاء.